لا لغلاء الاسعار طبعا كنقولها وغنعاود نقولها، لانها الناس بزاف تضرات من غير ان الناس اللي الثمن ديال الخدمه ديالهم اللي هي اللي كياخذ 50 درهم في النهار او لا كاع حتى 100 درهم وغاديش تقدو. فكنشوفها من راسي انا، يعني الحمد لله ما ناقصني حتى شي حاجه، ولكن انا وليت تقهرت بالنسبه للحكم ان عندي وليدات صغار، الحليب غلا، دانون غلا، كلشي غلا، فهمتي؟ فما يمكنش، فضروري خاصهم، ولو حنا عارفين ان غلاء الاسعار كاين في العالم كله بحكم الحروب وبحكم بزاف ديال الحوايج، ولكن ما حبذا ولو يخرج شي واحد غير يصرح او لا يعطيو شي طريقه كيفاش الناس يتعاملوا مع هذا التضخيم اللي واقع ومع هاد الكوارث اللي ولينا كنسمعوا فيها. فمن الاحسن شي واحد يخرج غير يهضر مع الناس، يهضر مع المواطن المغربي، يقول له كيفاش تجيري راسك مع هاد الشيء. يعني حتى حنا فاهمين، غير هما خاصهم يفهمونا وما يخليوناش يعني غير كنهضروا غير هكا.